ارتأت محافظة الغابات الاحتفال بهذا اليوم بإجراء خرجة ميدانية رفقة طلبة الجامعة متربصي التكوين، جمعيات فاعلة في البيئة والكشافة الإسلامية بحضور والتغطية الإعلامية لولاية ورقلة، وتم إحصاء ما يقارب 7600 طائر ل 26 صنف. وهذا كما نقول لك حاجة كما نقول لك مليحة للمنطقة تاعنا اللي تزخر بهذا العدد الهائل من الطيور اللي تزورها كطيور عابرة أو طيور معششة على مستوى هذه المناطق.